اسلام عزت دعا محمود ابو الركب انه يعاركه قبل الفاصل وقال له عاركني. فيما يخص اسلام كان رايه انه مفيش مواهب دلوقتي في الكره المصريه. محمود اعترض ورفع ايده. انا ما قلتش كده. قلت لمحمود لحظه نطلع فاصل وارجع خلص عليه. لا انا ما قلتش كده. قلت ايه؟ نرجع للفار. انا قلت المنتخب الاولمبي عنده مشكله ما عندوش مواهب، والمشكله في ان انت تدور على المواهب. لكن الكره المصريه في مواهب طبعا، لكن انت مشكله في ثاني منتخب بقى. لا في ولا منتخب. ماشي اتفضل اسمح. قول يا باشا. بص عشان يعني الوقت مش هيسعفني. انا خلصت لك عليه الاول قبل ما اجي. لا انت يعني ما يصحش كده. بس اتفضل. علشان الوقت مش هيسعفنا في دي. انا ليه عندك بعد رمضان حلقه خاصه بالموضوع. يلا بينا يا ريت. تمام يا ريت. لان انا محترم وجهه نظر اسلام جدا، وهي صائبه بنظره كبيره وبعيده، لكن انا ضد فكره الترويج ان ما فيش مواهب. احنا عندنا سوء كبير جدا في اداره المواهب. احنا بنكب المواهب في البحر في المرحله من 13 سنه ل 16 سنه. انا النهارده بالمناسبه والصدفه سبحان الله، انا فاكر ان احنا جايين نتكلم على تشامبيونز ليج وكره اوروبيه زي ما احنا بنعمل دايما معاك. عندي شاب من متابعين على القناه بتاعتي على اليوتيوب بتوع الدوري الايطالي، بقى له فتره بيبعت لي لازم تيجي تتفرج عليا النهارده. عندي نهائي القاهره، بيراميدز بيلعب 2009 بيلعب مع نادي المقاولين وهو هداف نادي بيراميدز يونس محمد سامي. قال لازم تيجي تتفرج عليا، ولازم يا كابتن تيجي، ولازم تيجي وبتفرج على كل حلقاتك، وبحب الكره الايطاليه وبحب الدوري الايطالي. فرحت. رحت من 6 اكتوبر الدفاع الجوي، اتفرجت على الماتش. بالمناسبه يعني مبروك لنادي بيراميدز، كابتن معتصم سالم وكابتن توفيق عيد وكابتن ايهاب المصري وكابتن احمد فهمي، كل الناس دي مبروك ليهم، عملوا ماتش كمان ماتش جميل جدا. انا شفت سبع لعيبه في الفرقتين، سبعة محمد صلاح عندهم 13 سنه. لو عرفت تدير هتطلع بسبع لعيبه محمد عظيم. صلاح عظيم. حلو قوي. بس هنعمل حلقه. فالمواهب موجوده. بس انا متاكد اللي هيحصل لو ما تمتش، لو ما حصلش اداره للمواهب دي في الثلاث اربع سنين اللي جايين هتنتهي، مش هنسمع عنه. محمود شرفت ونورت. احنا هنعمل حلقه تانيه عشان انت قلت كلام مهم جدا ومحتاج يتفرد له وقت كتير بس جدا. لازم اسلام يكون موجود.